الكل عارف أن النفط ومشتقاته ينتج كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، وتدرون أن الطاقة البديلة هي الحل الذكي للمستقبل العالم كله. منا نقدر ننتج طاقة أكثر وثاني أكسيد الكربون أقل. حسب اللي نعرفه أن الطاقة البديلة متنوعة في مصادرها، مثل طاقة الرياح، طاقة المياه والطاقة الشمسية. في معرض CES 2018 الخاص بالتكنولوجيا الحديثة في العالم، شفنا توجه ملحوظ من قبل الشركات المصنعة والمنتجة إلى استخدام الطاقة البديلة في الصناعات الحديثة. من المؤكد في حلول عام 2020 سوف يتم استخدام الطاقة البديلة بكل شيء في حياتنا، مثل وسائل النقل، التواصل فيما بيننا والمعيشة. ولهذا السبب شركة إنرتك أعدت برنامج جو جرين المؤسسات والأفراد قادرين على تشغيل وإدارة محطات عملاقة ومحطات مصغرة في بيوتهم لإنتاج الطاقة البديلة. وبهذا نقدر نحقق حلمنا كويتي جديدة 2030 لوصول مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة البديلة. أعتقد أن الكويت تستاهل نطورها ونحميها.